في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. في دعوات كتيرة جدا من أشخاص كتير من أجل جورج بيلي، لأنه اختفى فجأة ومش عارفين راح فين. بيبدأ ملكين في السماء بيكلموا بعض عشان يرسلوا مساعدة لجورج بيلي بسبب الدعوات الكتير اللي تلقوها من الناس عشانه. بيستدعي ملاك منهم ملاك تاني من الدرجة التانية لسه ما حصلش على جناحين عشان يقوم بمهمة انقاذ جورج بيلي بطل الفيلم. بيسأل الملاك كلارنس، الملاك اللي استدعاه، بيقول له انقذه في ايه؟ هو مريض؟ قال له لا، اسوأ، هو يائس، وانه في تمام الساعة 12 الا ربع هيتخلص من اعظم نعم ربنا عليه، يقصد نعمة الحياة. بيسأل كلارنس الملاك جوزيف، لو نجحت في المهمة دي ممكن احصل على الجناحين؟ لاني بقالي 200 سنه منتظر والناس بداوا يتكلموا. بيرد عليه الملاك جوزيف بيقوله بالطبع، بس قبل ما تنزل هناخد بعض الوقت عشان اعرفك على جورج بيلي. يبدا يستعرض حياه جورج بيلي من هو طفل امام الملاك كلارنس، وبنشوف مجموعه اطفال بيلعبوا في التلج حول بحيره مجمده، وسطهم بيلعب معاهم جورج بيلي واخوه هاري. واثناء لعبهم بيسقط هاري، ينزل جورج بيلي ينقذه، لكن بيكلفه ده ان هو يفقد السمع بأذنه اليسرى. بيكبر جورج بيلي شوية وبنشوفه شغال في صيدلية. بيقرأ جورج رسالة جات لصاحب الصيدلية مكتوب فيها يؤسفنا نبلغك ان ابنك توفى. بيحضر مستر جاور صاحب الصيدلية دواء عشان يدي لجورج يسلمه، واثناء تحضيره للدواء بيخطأ نتيجة حزنه الشديد وبيضع كبسولات سم بدل الدواء المطلوب. جورج بياخد باله بس بيحاول يتأكد، بيروح لأبوه عشان يسأله. بعد ما قرأ لوحة مكتوب عليها استشر أباك فإنه يعرف، راح لأبوه عشان يستشيره ويسأله، لكن لقى أبوه مشغول جدا فقرر إنه ما يسلمش الدواء، ويقول لمستر جاور صاحب الصيدلية إنه أخطأ أثناء حزنه الشديد ووضع كبسولات سم بدل الدواء. بيرجع جورج وما بيسلمش الدواء، وأثناء رجوعه بيستلم مستر جاور مكالمة تليفونية من صاحب الدواء بيبلغه إن الدواء ما وصلش، وبيسأل السبب إيه. بيرد عليه مستر جاور بيقول له إن الدواء المفروض كان يوصل من ساعة. وبيشوف جورج بيسأله ليه ما وصلش الدواء وبيضربه. بيرد عليه جورج وبيقول له ان الدواء كان عبارة عن سم، وانه عارف انه اخطأ نتيجة حزنه الشديد. بيبدأ ماستر جاور يفحص الكبسولات وبيتأكد فعلا انها سم، وبيبدأ يحضن جورج اللي كان خايف ليضربه تاني، وبيقول له جورج اوعدك اني ما اقولش لحد ابدا عن الخطأ ده ابدا. يقدر ماستر جاور اللي عمله جورج لانه انقذ الناس من الموت وانقذه هو من السجن. بيمر الزمن بجورج وبيصبح شاب. بيشتري جورج حقيبة سفر من محل عشان يسافر للدراسة، وبيتفاجئ ان مستر جاور اشتراها مقدما له كهدية. بنلاحظ حب الناس لجورج واصدقائه ايرني سائق التاكسي، وبيرت ضابط الشرطة، وفيوليت جارته المعجبة بيه والمتعنقة دائما. بيبلغ جورج والده انه مسافر للدراسة، وطلب منه إن هاري أخوه يتولى العمل مكانه في البنك الخيري اللي بيديره والده، وهو عبارة عن بنك يقوم ببناء منازل يمتلكها الفقراء بأسعار رخيصة وبأنظمة سداد ميسرة. بيحضر جورج حفلة ومعاه أخوه هاري وأصدقائه سام وفايوليت وجيرانه. بتظهر ماري جارته منذ الطفولة اللي بيظهر الإعجاب المتبادل بينها وبين جورج فورا. بيطلبها جورج للرقص، وبيغضب الشخص اللي كان عاوز يرقص معها. بيبدأ الحفل الراقص، وبيظهر صديق الشخص الغاضب وبيخبره إن في حمام سباحة في الأرضية اللي بيرقصوا عليها، وإنه معاه مفتاح ويمكن فتحه، وإن جورج وماري في منتصف حمام السباحة تماما. بينفتح حمام السباحة وبيبدأ الكل يبعد عن المية إلا جورج وماري اللي مندمجين في الرقص جدا ومش حاسين بالأرضية اللي بدأت تنفتح تحتهم. بيتراجع الناس وبيشاهدوا باستغراب جورج وماري، ولكنهم بيعتقدوا ان الناس بينظروا لهم بسبب الاعجاب برأسهم. فجأة بيسقطوا في المية، ولكن يستمر جورج في الرأس داخل المية، شيء اللي بيثير اعجاب الحاضرين، وبيقفزوا في المية وبيعملوا زيهم. بيطلب منهم صاحب المنزل الخروج من حمام السباحة، وفجأة بيقفز معاهم داخل حمام السباحة في مشهد غاية في المرح. بيخرج جورج وماري مرتديين ملابس مؤقتة حتى تجف ملابسهم المبتلة. بيطلب منها جورج تتمنى أمنية وترمي حجر
لأن أهل المدينة بيعتقدوا أن الأمنيات بتتحقق برمي حجر فيه بعد 8 أمنية. من الواضح أن في شخص عايش في المنزل بيبتدي يسمعهم، بترمي ماري حجر وبتتمنى أمنية وبيسألها جورج إيه اللي تمنته، بترفض تقوله. بيقول لها جورج لو بتتمنى القمر هيرمي حبل حوله ويسحبه ويهديه لها. بيتكلم الشخص اللي عايش في المنزل المهجور وبينتقد جورج وبيتدخل في كلامهم، وأثناء خروجهم بيدوس جورج على حزام روب ماري وبتختفي بسرعة. بيدور عليها جورج عشان يديها الروب، بتقول له أنا هنا، وبعد ما كان هيرمي لها تراجع وبدأ في المزاح. تلح عليه ماري انه يديها الروب ولكنه بيستمر في المزاح، وفجأة بيظهر عمه وبيخبره ان والده بيعاني ازمة قلبية وبيغادر جورج معاه فورا. توفى والد جورج وانعقد مجلس إدارة المساهمين، وحاول رجل الأعمال الجشع بوتر إنه يحل البنك ويصفيه عشان يصبح هو الوحيد في البلد دون منافس. بوتر بيأجر المنازل والشقق بأسعار باهظة جدا، وجورج بيستعد عشان يسافر للدراسة بالجامعة. أخبروه إنه إذا رحل المجلس هيوافق على طلب بوتر ويحل البنك. اضطر جورج للبقاء وألغى السفر وإدى المدخرات بتاعت الدراسة اللي كان شايلها لأخوه هاري عشان يلتحق بالجامعة ويدرس بداله. انتظر جورج أخوه هاري 4 سنوات عشان يجي يتولى منصبه في إدارة البنك الخيري ويسافر هو تاني عشان يدرس، لكن بيجي هاري ومعاه زوجته وضاع حلم جورج في السفر للدراسة مستمر في إدارة البنك الخيري. عرضت أم جورج عليه الزواج من ماري، ولكنه قال إن ظروفه المادية ما تسمحش للزواج في الوقت الحالي. بيمر من أمام بيت ماري اللي تلقت مسبقا تليفون من أم جورج وقالت لها إن جورج جاي ليهم، تخمين منها إن جورج هيروح لماري. وبتشوف ماري جورج أمام البيت وبتسأله عن الدخول، وبتقوم بوضع رسم لجورج وهو بيسحب القمر بحبل زي ما قال لها قبل كده، وبتفتح باب البيت لجورج وبيدخل، لكن ما بيقولش عن سبب مجيئه. وبتسألها أمها هو عايز ايه، فبترد ماري بتسأله انت عايز ايه. بيرد جورج بيقول مش عاوز حاجة، انا مجرد جيت عشان اشعر بالدفء. ثم بينفعل جورج وبيخرج بعد شعوره بالإحراج. بتغضب ماري وبتكسر الاسطوانة، وبتتلقى تليفون من سام صديق جورج اللي بينوي خطبتها. وفجأة بيدخل جورج تاني لأنه نسي البرنيطة، وبتسمع ماري جورج مكالمتها لسام عشان يغير، وبتقول له إن جورج هنا، وبيطلب سام إنه يكلم جورج مع اعتراض أمها عشان عايزاها تتخطب لسام. بيتحدث جورج مع سام وبيظهر الحزن على وجه ماري، وبيطلب منه إن ماري تسمع، وبتحاول أمها التصنت. وأثناء المكالمة وقرب ماري من جورج بيظهر مشاعر الحب العميق عليهم، وبيعرض سام على جورج العمل معاه. بينفعل جورج نتيجة تضحياته المستمرة وعدم قدرته المادية على الزواج، ولكنه ما بيقدرش يستمر في كتم مشاعر حبه العميق لماري. وبتتم مراسم الزواج وسط حضور أصدقائهم، وبيقوم صديقه إرني بتوصيلهم. بيدخل جورج بيت الزوجية وبيكتشف ان البيت هو بيت جرانفيل المهجور اللي كانوا واقفين امامه. وبيقف في الخارج اصدقاء جورج بيرت وإيرني اللي بيحضروا المنزل وبيهيئوا للعروسين، وبيحطوا ورق حائط عشان يسدوا النوافذ ويمنعوا دخول المطر المتساقط. ماري جهزت البيت في جو شاعري جميل، وبتقول له مرحبا بيك في بيتك. إيرني وبيرت واقفين في الخارج بيغنوا للعروسين، وبتقول ماري لجورج ان هو ده اللي هي تمنيته وهي بترمي الحجر داخل منزل جرانفيل. بيمر الزمن وبتقدم جورج في السن، وبتيجي فايولت وبتطلب مساعدته وبيساعدها جورج فورا. ينسى عم جورج مبلغ كبير من المال في جريدة وبيضعها في يد بوتر، وبيتوجه لشباك البنك عشان يودع المستحقات اللي عليهم، ولكنه بيكتشف انه فقد المال. بيكتشف بوتر المال في الجريدة وبيروح يراقب عم جورج اللي لسه بيبحث عن المبلغ، وبينتهز بوتر الفرصة عشان يتسبب في سجنهم واغلاق بنكهم الخيري. بيسأله جورج هل دفع المستحقات اللي على البنك، وبيقول له عمه انهم ضاعوا منه. وبينفعل جورج على عمه وبيقول له انه هيتسبب في افلاس البنك وسجنهم.
بيدخل جورج البيت حزين، واللي أصبح عنده 4 أطفال. بينقم جورج على حياته وعلى ظروفه المادية الصعبة، وبيقول لماري ليه خلفنا كل الأطفال دول. بيعرف جورج إن بنته زوزو عيانة، وبيطلع يطمن عليها وبتديله وردة وبيحتفظ ببعض أوراقها في جيبه. بياخد جورج التليفون من ماري وبينفعل على مدرسة زوزو اللي بيلومها على مرضها، وبينفعل جورج بشدة، بتعزف بنته جيني على البيانو، وبينفعل جورج عليها بشدة وبيطلب منها تتوقف، وبيضرب أثاث البيت بشدة. بيشاهدوا ماري وأطفاله انفعال أبوهم جورج الشديد، وبيلاحظ جورج اندهاشهم وبيعتذر لجيني، ولكنها بتبكي وبتقول له ماري ليه بتعذب الأطفال. بيضطر جورج يروح لبوتر وبيطلب منه مساعدة مالية وإنه في ورطة شديدة. بيطلب منه بوتر ضمانات. بيخبره جورج إن معاه بوليس التأمين على الحياة بمبلغ 15,000 دولار. بيسخر منه بوتر وبيخبره إنه هيبلغ الشرطة ويقبضوا عليه. بيخرج جورج في منتهى الإحباط. بيدخل مقهى مارتيني وبيدعي ربنا إنه يساعده لأنه أصبح على حافة الهاوية. بيهجم عليه شخص من الحاضرين وبيضربه وبيطردوه من الحانة. وبيتساءل جورج في سخرية، هي دي الاستجابة لدعائي؟ بيركب جورج السيارة وبيصطدم بشجرة. بيلوم صاحب المنزل على الشجرة وإنه تسبب في إصابة جذعها. بيمشي جورج حزين بلا هدف، وكان في سيارة هتصدمه. بيطلع فوق كوبري وبتتسقط السلوك في ليلة الكريسماس. بينظر جورج للنهر في الأسفل وبيبدأ يفكر في الانتحار. بيظهر الملاك كلارنس في صورة شخص واقف جنبه، وبيبدأ جورج يقفز في النهر، وفجأة بيلاقي شخص قفز قبله. بيقفز جورج بسرعة وينقذه. بيخرج جورج وكلارنس من النهر وبيجلسوا في كوخ صغير بيمتلكه شخص قريب من النهر، وبيسألوا صاحب الكوخ ليه عاوز يتخلص من حياته. بيرد كلارنس انه قفز عشان ينقذ جورج، وبيقول له صاحب الكوخ الانتحار عندنا ضد القانون. بيرد عليه كلارنس ويقول له انه ضد القانون عندنا احنا كمان. بيسألوا صاحب الكوخ عندكم فين؟ بيرد كلارنس في السماء. بيسألوا جورج انت ازاي عارف اسمي؟ بيقول له اعرف عنك كل شيء من وانت طفل صغير. بيسألوا جورج انت مين؟ بيرد كلارنس انا كلارنس ملاك من الدرجة التانية. بيخاف صاحب الكوخ وبيخرج بسرعة. بيسخر جورج منه وبيقول له لما انت ملاك فين جناحاتك؟ بيقول له كلارنس لسه ما حصلتش على اجنحة لاني ملاك من الدرجة التانية. وبيقول له كلارنس هحصل على الاجنحة اذا ساعدتني في مساعدتك. بيسخر جورج وبيقول له هل معاك 8000 دولار عشان تساعدني؟ بيرد كلارنس للأسف ما بنستخدمش النقود في السماء. بيقول جورج بيأس قيمتي وأنا ميت أكبر منها وأنا حي، وبيستنكر كلارنس كلامه. بيتمنى جورج إنه ما كانش اتولد من الأساس، وبيستنكر كلارنس. وبعدين بيفكر وبيقول له إن أمنيتك اتحققت، أنت ما اتولدتش. وبيأكد كلارنس عليه انت ما تولدتش وما عادش معاك اثبات هوية ولا شيء يهمك في الدنيا، لا التزامات ولا 8000 دولار مطلوبين منك. وبيخرج جورج وكلارنس وبيبحث جورج عن سيارته، وبيخبره كلارنس ان ما عادش عنده سيارة. وبيسأل جورج صاحب المنزل اللي كان غاضب منه لاصطدام سيارته بالشجرة، وبيسأله عن سيارته وبيقول له أنا اللي صدمت الشجرة بتاعتك. بيستنكر الراجل وبيقول له ما حصلش حاجة من الكلام ده، وبيفتكره سكران. بيدخل جورج وكلارنس حانة صديقه مارتيني، ولكن ما بيلاقيش مارتيني. وبيخبر الشخص اللي هناك إنه صاحب المكان وما بيمتلكوش حد غيره، وبيعرض عليهم يشربوا. وبيسأل كلارنس اللي طبعا ما بيشربش الكحوليات وبيطلب منه قرفة. بيسخر الشخص منه وبيستغرب جورج ان الشخص ازاي ده مش عارفه. بيبدأ الشخص يرتاب فيهم وفي كلام كلارنس، وبيسأل جورج كلارنس قدامه عن عمره. بيرد كلارنس انا لسه صغير، عمري 293 سنة. بيغضب الشخص وبيطردهم وبيقول له جورج
ازاي انت مش عارفني؟ بيقول له ما اعرفكش. وفجأة بيشوف جورج السيد جاور صاحب الصيدلية اللي كان بيعمل فيها وهو طفل، بيلاقيه اصبح متسول وبيقول له جورج مالك؟ اكتشف انه ما يعرفهوش وقال له ما اعرفكش. بيسأل جورج الناس عنه، قالوا له انه بقاله 20 سنة في السجن بسبب انه وضع سم الطفل من الصيدلية بتاعته. وبيخبره كلارنس انه ما كانش موجود عشان يمنعه يحط السم. بيستغرب جورج ان اسم الحانة اتغيرت، وبيبدأ يستغرب من كل شيء، وبيقول له كلارنس ان ما عادش فيه حاجة اسمها جورج، وانت ما معكش اثبات هوية ولا حتى اي اوراق ولا ورق الزهرة بتاعت بنتك زوزو. وبيقول له كلارنس انت في نعمة عظيمة يا جورج عشان تشوف العالم بدونك. وجورج لسه مش مستوعب التغيير وانه ما عادش له وجود في العالم. بيقول جورج انه راجع البيت. بيرد كلارنس اي بيت؟ بيتأكد جورج ان اسم البلد اتغير لبوترسفيل، وبيلاحظ ان البلد اصبحت ممتلئة بالملاهي الليلية. بيمر جورج من امام المكان اللي كان فيه بانكو التعمير القروض، بيلاقي انه ما عادش له وجود، وبيخبره الشرطي انه اتقفل من زمان بعد وفاة صاحبه مستر بيلي. بيشوف جورج الشرطة بيقبضوا على فيوليت بسبب انها بتعمل في الدعارة لانه ما كانش موجود عشان يساعدها ماديا. بيشوف جورج صديقه ايرني وبيطلب منه ياخده البيت. بيرد عليه بيتك فين؟ بيتفاجئ جورج ان ايرني اصبح ما يعرفوش، واخبره ان زوجته خدت اولاده وهربت من 3 سنوات، فبالتالي ظروفهم المادية الصعبة ادت لانفصاله. بيوصل جورج البيت بيت جرانفيل، بيلاقيه مهجور وما بيسكنوش اي انسان ولا وجود لأي عائلة فيه. بيشوف جورج كلارنس داخل البيت اللي بيقول له إن أولادك لم يعد لهم وجود يا جورج. بيدخل بيرت البيت خلف جورج اللي بيشك في سلامة قواه العقلية. بيتفاجئ جورج إنه ما يعرفوش، وبيفكرهم جورج إنهم أصدقاء. بيستغربوا وبيبدأ بيرت القبض عليه. بيساعد كلارنس جورج على الهروب من بيرت، وبيقبض بيرت على كلارنس. يستغيث كلارنس بالملاك جوزيف وفجأة بيختفي. بيروح جورج لأمه تفتح له، وبينصدم جورج إنها مش عارفاه وكمان ما بتسمعش له بالدخول لأنه غريب. بيسألها جورج على عمه بيلي اللي اكتشف منها إنه في مصحة للمجانين بسبب اللي عمله بوتر فيه، لأن جورج ما كانش موجود عشان يساعد عمه. جورج أصبح على حافة الجنون ومش فاهم اللي بيحصل، كأنه في كابوس شديد. بيقول له كلارنس إن حياة كل إنسان متصلة بحياة العديد من الناس، ولما بتغيب حياة إنسان بتترك فجوة كبيرة. بيروح جورج للمنازل اللي بناها في بانكو الخيري، بيلاقيها كلها مقابر، وبيسأل كلارنس بيقول له أنت ما كنتش موجود عشان تبنيهم. وبيشوف جورج قبر أخوه هاري اللي بيخبره كلارنس أنه مات غريق في سن 9 سنين لأنك لم تكن موجود عشان تنقذه. بيقول جورج لكلارنس أن ده كده، وهاري عاش وكان في الحرب وأنقذ حياة العديد من الناس. أخبره كلارنس أنهم جميعا توفوا لأن هاري ما كانش موجود عشان ينقذهم، وأنت ما كنتش موجود عشان تنقذ هاري. بيبدأ كلارنس يلوم جورج وقال له كان عندك حياة رائعة يا جورج، انت كنت مخطئ عشان تتخلي عنها. وبيسأل جورج كلارنس عن ماري، وكلارنس مش عايز يقول. وبعد إلحاح جورج قال له أصبحت عانس لأنك ما كنتش موجود عشان تتزوجها. بيروح جورج لماري اللي بيلاقيها بتشتغل في مكتبة، بيناديها جورج وماري مش عارفاه. بيجري وراها وبتبدأ تجري منه وبتصرخ، وبيلاحظ جورج ان الناس كلها مش عارفينه، وبينادي على كلارنس. بيجي بيرتو بيحاول يقبض على جورج، وبيجري جورج منه وبيصل فوق الكوبري اللي كان عايز ينتحر من عليه، وبينادي على كلارنس لكن كلارنس ما بيظهرش. بيطلب جورج من كلارنس انه يعود لحياته تاني وانه مش هيقلق
بأي شيء يحصل له بعد كده، وبيدعي بتضرع إنه يعود للحياة مرة أخرى. بيلاحظ جورج إن بيرت بينادي عليه باسمه، وبيبدأ جورج ينتبه وبيخبره بيرت إنه كان بيبحث عنه، وبيفرح جورج وبيشوف أوراق زهرة بنته زوزو وبيفرح أكتر إنه لقاها. بيجري جورج في الشارع فرحان وبيشوف اسم البلد رجع تاني بيتفورد فالز، وبيجري جورج في غاية السعادة وبيقول للجميع عيد سعيد في ليلة الكريسماس، وبيشوف بنكو التعمير والقروض موجود، وبيشوف بوتر وبيقول له عيد سعيد. بيرد بوتر عليه ويقول له عيد سعيد وانت في السجن يا جورج. بيوصل جورج البيت في منتهى السعادة وبيقابل هناك مفتشين المصرف وأمره بالقبض عليه. بيدور جورج على ماري وأولاده، بيشوف أولاده وبيحضنهم بشدة في استغراب شديد من مفتشين البنك، وبيشوف جورج زوجته ماري وأولادهم وبيحضنهم جميعا وبيحمل أولاده، وبتفتح ماري الباب وبيدخل عمه وأصدقائه، وعمه حامل معاه سلة من النقود وأخبره أن ماري أخبرت جميع انك في ورطة وكلهم ساهموا في مساعدتك. وتوافد الناس من كل مكان عشان يساعدوا جورج الطيب، وبيشوف امه ومارتيني ومستر جاور كلهم جمعوا له اموال كتيرة عشان يساعدوه، وبيشوف فايلوت بتساعده وبتتخلى عن السفر من كل مكان يساعدوه. وبيدخل إيرني برسالة من سام صديقه أن أرسل له مبلغ 25,000 دولار لمساعدته، وحتى مفتشين المصرف اللي كانوا عايزين يقبضوا عليه بيساهموا في مساعدته وبيغنوا جميعا أغنية الكريسماس. وبيدخل أخوه هاري اللي وصل من السفر عشان يساعده وبيقول في صحة أخي جورج أغنى رجل في البلدة، وبيشوف جورج كتاب كلارنس اللي مكتوب في أوله عزيزي جورج لا يعرف الفشل من لديه أصدقاء وشكرا على الجناحين. وبتقول زوزو لأبوها جورج بيقولوا لما بيرن الجرس بيكون في ملاك بيحصل على الجناحين. بيقول جورج فعلا صحيح، وبيقول أحسنت يا كلارنس شكرا. الفيلم بيتناول الإيمان وعدم الاستسلام لليأس، وإن الخير والعمل الصالح هما القيمة الحقيقية للإنسان، وأن الإنسان لن يخذل أبدا ما دام يمتلك رصيد من الأعمال الصالحة والتي تكون دائما السبب في نجاته من الشرور، وأنه طالما ساعدت إنسان فأنه حتما سيساعدك في يوم ما. الفيلم يطرح سؤال مهم جدا، وهو ما هي القيمة الحقيقية للإنسان، وماذا يضيف وجودك في العالم للحياة وللآخرين. الفيلم بيأتي في المركز الثالث كأفضل أفلام الخيال على مستوى العالم، وتم وضعه في قائمة أفضل 10 أفلام أمريكية في التاريخ. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.